ثم التكتيك والنظر الى كل لاعب الكره، الى خليل سلمان، خليل يلعبها الى معز، العز معز معلول المحترف التونسي، الى سام تبريرات معز التونسي، لكن برافو المدافع يذكرني يبحثون عن محمد علي، وبالتالي الكره براس المدافع يبعد الكره، هنا تعود الكره لمحمد جاسم، محمد تمريره الى معز علول المحترف التونسي اللي لعب في عده انديه لكن اليوم هو مع مدينه عيسى. يا سلام يا خليل يا سلمان، الجناح اليمين هنا، الله خطا يشير الحكم المساعد، خليل هنا براسه لكن مقطوع الكره تعود لمصلحه مدينه عيسى، الى معز علول، الى راشد تلع، خليل سلمان، مصلحات محمد جاسم او محمد محمود، لعب الكره مقطوعه الى معز علول، لعب بطريقه جميله، هجمه سريعه تعود، هناك في يلعبها، هناك للاعب ايضا محمد جاسم، تلعب الكره مقطوعه لكن تعود الكره لمعز معلول، معز يعدي، يا سلام يا عيني على المهاره، لكن وين يا معز؟ وين يا معز؟ طيب يا طيب، وينك يا طيب؟ لكن تلعب الكرة إلى معز معلول المحترف التونسي الآخر، سام نقلات بينية، التحرك يأتي، سام النيجيري الأسمر وغزال، أحمد صالح ربما الإرهاق على هذا الصغير، كرة مع فصل، لمسات الحكم يعطي إتاحة الفرصة، ومبدأ الفرصة تلعب الكرة، معز يلعبها هناك، إلى من؟ إلى اللاعب البديل اللي لعب، لكن التمريرات معز علول يلعب الكرة وسط الملعب سعيد منصور الى معز، معز يعدي، معز يمر، معز يبحث، معز يا سلام يا عيني، الله روح رياضيه يا ليناردو يا بلعب برازيلي، ايده يا مخرجنا، شوف عدى من واحد، عدى من الثاني، عدى من الثالث، وبالتالي يقول له خلاص سجل، ولكن برافو حسان جميل، وهو جميل في الدخول، يبعد الكرة من أمام المهاجم، أمام لاعب الوسط، أمام معز علول، وبالتالي الكرة كانت جميلة، كان مدينة إنسان يسجل في السماوي في الرفاع، وبالتالي الكرة كانت شوف 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 شوف، واحد عدى من اللاعب رقم 5 و7، وبالتالي عدى من ولكن حسان جميل موجود، هذه التغطية موجودة وحلو.